كف كف مش هيك. أول حرب تمر علينا صار عمري 57 سنة، عمرنا ما شفنا الحرب هذه. مش هيك، وين هججونا وتضحلونا، وهذا المنطقة آمنة بنروح عليها بنلاقيها فيش أمان، أولادنا وبناتنا ترحلوا عنا، الضرب والخبط عندهم فيش أمان. صار اللي هو الخبط اللدات اللي في الدار طفل، فصحيت أنا دوشة وش اسمه طبل علي أخوتي، قمت خبط على الزاز، فتحت لهم الباب اللي بيقول لي عينك أنا مش شايف، دم بشوف مش شايف. ففتحت لهم خشينا لها الدار كلها قزاز، نزلونا على اسعاف ودونا على إماراتي، وجيت هنا لقيت لما طلعت النهار طلعنا على الدار لكل الشبابيك نازلين قاعد بعدل فيهم واحد ورا الثاني. تم في الشارع هذا نروح على الإمارات. هذا هو هنا، هذا كان صور القطعة هذه فاضية.